أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة فتح مطار صنعاء أمام الحالات الطبية التي تحتاج للسفر إلى خارج البلاد. أفادت مصادر طبية بأنه من المقرر انطلاق أول رحلة إسعافية طارئة للمرضى ذوي الحالات الحرجة غدا الاثنين عبر مطار صنعاء الدولي. وقالت المصادر أن الرحلة تشمل 66 مريضا ومرافقا، سيتم نقلهم عبر طائرة المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث في 4 رحلات تنتهي في 7 فبراير الجاري. وبحسب ميليشيا الحوثي فإن عدد المسجلين في قوائم الجسر الجوي الطبي يبلغ حوالي 32 ألف شخص. إلى ذلك وصل مارتن جريفيث إلى مطار صنعاء في زيارة هي الثانية له خلال 10 أيام للقاء ممثلي ميليشيا الحوثي. مصدر محلي قال أن جريفيث سيغادر صنعاء غدا برفقة أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان. وكان التحالف والحكومة اليمنية قد أعلنا في وقت سابق السماح بتسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من مطار صنعاء للعلاج في الخارج. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: ما هي الضوابط والمعايير المتبعة في تسفير المرضى للخارج؟ وهل ستستغل ميليشيا الحوثي الأمر لإخراج بعض من قادتها أو حتى المعاونين والخبراء التابعين لإيران وحزب الله؟ قبل النقاش نتابع التقرير. بعد سنوات من المفاوضات مع الأمم المتحدة ينجح الحوثيون بتسفير جرحاهم إلى الخارج. القرار المفترض تدشينه من يوم غد تكتنفه العديد من الملابسات الأمنية منها والسياسية. وبحسب بيان لوزارة الصحة التابعة للميليشيا فإنها تفاجأت بخطاب وصلها السبت بإحداث تغييرات في ترتيبات الجسر الطبي وآليات نقل المرضى، حيث أفادت بأن نظام النقل سيكون عبر طائرة أممية تتسع لعدد 7 مرضى فقط مع مرافقيهم في الرحلة الواحدة بدلاً من 30 مريضاً حسب الاتفاق السابق، وهو الأمر الذي يخالف بشكل كلي المتطلبات الضرورية لحالات الإخلاء الطبي حد تعبير البيان. الحوثيون كانوا قد تقدموا بكشوفات تحوي 32 ألف مريض بحاجة إلى السفر، وهو أمر يبدو تبنيه صعباً على الأمم المتحدة التي حددت بداية ونهاية السفر خلال فبراير الحالي وبأعداد محدودة. الحكومة لم تبدع اعتراضاً صريحاً على فتح مطار صنعاء أمام نقل المرضى للخارج، لكن التساؤلات تدور حالياً حول ضوابط وآليات اختيار من هم بحاجة فعلية للسفر، والخوف من أن تستغل الميليشيا الأمر لإخراج بعض قادتها المحليين أو حتى من يعاونوهم من دول أخرى، خصوصاً أن هؤلاء يستخدمون جوازات يتم إصدارها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية. أبدأ النقاش مع ضيفنا من فيينا رئيس منظمة سامي للحقوق والحرية الأستاذ توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم. بداية لو أستمع منك إلى تعليق حول الخبر حول أنه سيتم فتح مطار صنعاء أمام الجرحى وتسفيرهم في الصفقة التي تمت ربما بوساطة من الأمم المتحدة وهي متبنى وفق الأخبار المتداولة من منظمة الصحة العالمية، ولا تعليقك حول هذه الخطوة؟ لا، نحن نعتقد في حقيقة الأمر بأن فتح مطار صنعاء وكل المطارات اليمنية هو مطلب محلي ودولي وإنساني بالدرجة الأساسية، خاصة فيما يتعلق بنقل المرضى. لكن كنا نتمنى أن يكون هذه الصفقة في إطار كامل وشامل بما فيها مطار تعز وفتح أيضا طريق تعز، لأن اليوم الجانب الإنساني لا يتجزأ، خاصة وأن مطار أو طريق تعز أيضا جزء من اتفاقية استوكهولم التي نصت على فك الحصار عن هذه المدينة، وهي تعاني وضع إنساني أيضا خطير، وكثير وبعض الحالات تحتاج سواء نقلها إلى مستشفيات سواء في العاصمة صنعاء أو نقلها إلى الخارج. ونحن أيضا يبدأ التساؤل المنطقي أيضا مرضى تعز الذين لا يستطيعون العلاج في صنعاء ويراد نقلهم إلى في تعز ويراد نقلهم إلى صنعاء، كيف سيتم نقلهم في ظل هذا الحصار؟ لكن بشكل عام نقل فتح مطار صنعاء بشكل عام خاصة للجوانب الإنسانية مطلب إنساني وخطوة
مرحب بها، نتمنى أن تظل أو تتم في هذا الإطار دون أي استغلال سياسي أو عسكري لها لطرف من الأطراف. وشارك معنا أيضا بالنقاش من الرياض الخبير العسكري اللواء مستور الأحمري. أهلا بك سيادة اللواء. ألو سيادة اللواء تسمعني؟ ألو هل تسمعني سيادة اللواء؟ مع واضح واضح صوتي واضح لديك؟ طيب سنحاول التواصل مرة أخرى باللواء مستور الأحمر الخبير العسكري السعودي وهو معنا من الرياض. عود للأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، هذه الخطوة هناك تأخر ربما في تنفيذها، وحتى عندما جاءت لتنفذ أيضا هناك حديث الآن أنه هناك تراجع ربما في أعداد من سيتم ترحيله من خلال هذه الرحلة. برأيك ما الذي يجعل هذه الخطوة تأخذ كل هذا الوقت من النقاش والتأخير في تنفيذها؟ ما هي المعوقات والتحديات؟ الذي يجعل هذه الخطوة تأخذ كل هذه النقاش ويجعلها تتأخر طوال هذا الوقت، مع أن هنالك تقريبا شبه اتفاق من كل الأطراف، ولكن في هذا الخصوص انعدام الثقة بين الطرفين سواء جماعة الحوثي والتحالف العربي، خاصة وأن يعني جماعة الحوثي في الفترات رغم أنه كان في السابق المطار أو تتم نقل يعني الطيران تتحرك ويتم تفتيش المسافرين ويتم تفتيش المسافرين في مطارات تابعين للمملكة العربية السعودية إلى غير ذلك، لكن يبدو أن هنالك انعدام ثقة حقيقية بسبب استغلال الظروف الإنسانية والظروف المرضية لنقل سواء قيادات أو ربما استغلاله لنقل أشياء معينة أخرى كأسلحة خفيفة أو بسيطة إلى غير ذلك. وبالتالي أخذت كل هذا الجانب، أخذت كل هذا المعطى، وبالتالي التحالف يرى نفسه يريد أن يثبت نفسه بأنه هو المسيطر على الجو، وجماعة الحوثي تريد أن تأخذ من خلال مطار صنعاء صبغة متعلقة بالسيادة والهيمنة والوجود على الأرض إلى غير ذلك. وكان هنالك صيغ كثيرة، سواء تمت هذه الصيغ في وناقشت في اتفاقية ستوكهولم مع الحكومة وضرورة الإشراف إلى غير ذلك، هذا الأمر أخذ كل هذا البعد. ولذلك أنا أقول أنه عملية الاستغلال السياسي وعملية الاستغلال العسكري للحاجات الإنسانية هو الذي أعاق أي تقدم حقيقي إنساني بشأن فتح مطار صنعاء وغيرها من المطارات أو الطرق كما تحدثنا عن تعز إلى غير ذلك. وبالتالي أخذت كل هذا البعد، واليوم تدخلت الصحة العالمية، ويبدو أن هنالك أيضا سيقع هنالك سجال كبير حول العدد، حول الشروط، حول المعايير إلى غير ذلك، لأنه الثقة منعدمة تماما بين الأطراف ولا يوجد التزام حقيقي بالجانب الإنساني من قبل جماعة الحوثي على وجه الخصوص. أعود مرة أخرى للواء مستور الأحمري. سيادة اللواء أهلا بك. مساء الخير لك وضيوفك الكرام، وفرصة طيبة أكون معكم ومشاهديكم. نود أن نفهم لماذا كل هذا الوقت فيما يخص تنفيذ هذه الخطوة التي يقال أن دواعيها إنساني، فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الطارئة للحالات العلاجية الطارئة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أتوقع أنه هناك تدقيق في عملية نقل المرضى، سواء أنه في مطار صنعاء من قبل الأمم المتحدة أو في مطار الوصول، يعني خاصة الدول التي تستقبل هذا الجرحى، يعني لمعرفة من هم ويعني عملية الاستحقاق للعلاج وما إلى ذلك. وأنا أستبعد ربما أن يكون مثلا أحد الشخصيات، خاصة أنه الميليشيات الحوثية الآن كثير يعني فيهم على قوائم الإرهاب المسؤولين، يعني يتسربون من خلال هذا الرحلات. ولكن التحالف العربي أعلم بأنه سيتم طبعا ليس فتح مطار صنعاء بالمفهوم الذي يعرفه العامة، فتح المطار لاستقبال رحلات يعني مغادرة وقادمة وما إلى ذلك، إنما فتح مطار صنعاء أمام رحلات إنسانية مجدولة من قبل الأمم المتحدة
معروفة الأعداد ومعروفة التوجه ويعني نقطة الإقلاع ونقطة الوصول ومن هم الأشخاص اللي على متن هذه الطائرة وحمولتها وما إلى ذلك. أتوقع أن كل هذه الأمور مرتبة ترتيب يعني بحيث لا يكون هناك أي خلل أمني أو ما إلى ذلك. طيب سيادة اللواء، ما دام الأمور مرتبة كما تقول وهناك إشراف ربما يفهم من كلامك من قبل التحالف، لماذا كل هذا التأخير والعرقلة حتى الآن؟ هناك حديث عن 32 ألف حالة مرضية متواجدة داخل اليمن هي بحاجة لهذه الرحلات الطارئة. أنا أشوف أنا حسب التصريحات الرسمية التحالف يعني أعلن بالسماح الأمم المتحدة تتولى ترتيب بعض الأشياء، بعض يعني الرحلات، ترتيب يعني المرضى التي يتم نقلهم. الميليشيات الحوثية ربما يكون لها وجهة نظر. الميليشيات الحوثية يعني أحيانا دائما ما تماطل في بعض الأمور لمحاولة يعني الضغط على التحالف وعلى المجتمع الدولي بيعني المواطنين وما إلى ذلك، وليس على الأزمات الأخرى مثل أزمة الغذاء وأزمة الوقود وما إلى ذلك. يعني ترفض مثلا أنه يكون في إشراف دولي، ترفض أنه لا ترفض استقبالها، وبالتالي وبالأخير المتضرر هو المواطن، سواء إذا كان في الجانب يعني المرضي مثل يعني هذه الحالات الإنسانية أو حتى في الجوانب الأخرى مثل الجوانب الغذائية وما إلى ذلك. فأتوقع أنه الميليشيات الحوثية تستخدم هذا الشيء للضغط أكثر على المجتمع الدولي لمحاولة فتح مطار صنعاء بشكل كامل، وأنا أتوقع التحالف لن يوافق أبدا. فإحنا رأينا كيف الميليشيات الحوثية. طيب التحالف لن يوافق، هل تعتقد سيادة اللواء أن هناك آلية وضعت من قبل التحالف لمراقبة كل هذه الرحلات، خصوصا في ظل وجود مخاوف من أنها تستغل هذه الرحلات بشكل سياسي ربما لتهريب بعض القيادات والتابعين لميليشيا الحوثي؟ نعم أتوقع يعني هذا يعني شيء بديهي، هي جهات يعني أنا أتوقع أنه هناك يعني شروط وهناك يعني بنود معينة. أعتقد التحالف له دور، أعتقد الأمم المتحدة لها دور اللي هي يعني الوسيط في الموضوع. أنا أتوقع أنه عدة أطراف تشارك في هذا الشيء بحيث أنه لا يساء استغلالها. وأنا أتوقع أنه التحالف يعني الأغلب يتمنون أن تكون رحلات إنسانية لمعالجة المرضى ومحاولة الاستفادة من هذا الفرصة، بدلا من محاولة الضغط يعني على المجتمع الدولي بواسطة الضغط على هذا المواطنين يعني اللي ليس يعني في أيديهم حيلة. أنا أتوقع أن هناك إجراءات نعم للتدقيق وما إلى ذلك. طيب سأعود لك سيادة اللواء. أستاذ توفيق، إذن وفق حديث اللواء مستور الأحمري يقول بالتأكيد أن التحالف لديه آلياته وإجراءات التي من خلالها سيتم مراقبة الوضع حتى لا يسمح باستغلال هذه الرحلات ضمن المخاوف التي يتم الحديث عنها. برأيك إلى أي مدى هناك ستكون استجابة من ميليشيا الحوثي ورضوخ لهذه الإجراءات والآليات، أم قد نكون أمام تعقيد جديد وأن تفشل هذه الخطوة أيضا؟ هو كما قلت لك سابقا هنالك انعدام ثقة بين الأطراف، هنالك استغلال كبير لعملية الجانب الوضع الإنساني للأسباب السياسية والعسكرية على حد سواء، وإضافة إلى أن كل طرف من الأطراف يريد أن يؤكد حضوره وسيطرته على المطار كمنشأة استراتيجية ومهمة على المستوى الخارجي كمان في المستوى الخارجي. طيب في ظل وجود هذه الحالة من انعدام الثقة بين الأطراف وإمكانية استغلال هذه الرحلات، ما هي الضوابط التي يمكن من خلالها الإبقاء على هذه الرحلات في الإطار الطبي الإنساني؟ اليوم أنا أعتقد أن وجود منظمة الصحة العالمية يعتبر أحد الضمانات الموجودة، وإن كانت أيضا للأسف الشديد الثقة في الأمم المتحدة أصبحت يعني مهزوزة، خاصة من خلال مجموعة من الممارسات المتعلقة بالغذاء العالمي، المتعلقة بالوضع الإنساني، البيانات التي صدرت، الدور المفعول المبعوث الأممي إلى غير ذلك. لكن أعتبر أن وجود منظمة الصحة العالمية أمر مهم، إضافة إلى إشراف التحالف حول هذه الأسماء مراجعتها بصورة دقيقة والاطلاع عليها. أعتقد أن هذا الأمر سوف يعني
يكون فيه نوع من الثقه او نوع من التسهيل لاستمرار هذه الرحلات. لكن اعتقد الى اليوم هنالك اليوم يعني من خلال التصريحات والتسريبات والاخبار ان جماعه الحوثي ترى في هذا نوع من الانتقاص، بل انها ترى ان تخفيض العدد من 30 تقريبا الى اقل من ذلك نوع من نقضه الاتفاق التي مع منظمه الصحه العالميه. واعتقد ان الامر لن يذهب بعيدا، ربما يعني ربما يتعثر بسبب الأمور التي تحدثنا عنها ما لم يكن هنالك ضغط حقيقي أو إذا كانت هنالك رغبة حقيقية بالفعل للذهاب بالوضع الإنساني إلى بعيد عن التجاذبات السياسية. أشكرك جزيلا توفيق الحميدي رئيس منظمة السامة للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. سيادة اللواء، ما الذي يمكن للتحالف فعله حتى تنجح هذه الخطوة وأن لا تستغل هذه الميليشيا وتضغط من خلال هذا الموضوع أكثر على التحالف والحكومة؟ ما الذي يمكن أن يقدم من قبل التحالف من تنازلات؟ وهناك سؤال آخر أيضا، لماذا لا يفتح المطار بشكل كامل لدواعي إنسانية؟ لماذا هذه الجزئية والانتقائية ربما في التعامل مع هذا الملف؟ عزيزي، الموضوع والملف ملف شائك ومعقد بذاته. التحالف يعني مع الأمم المتحدة، وسبق أنه فتح مطار صنعاء عدة مرات سابقا لنقل الحالات الإنسانية. التحالف هو يعني من وجهة نظره أنه إحنا نفتح مطار صنعاء للحالات الإنسانية المرضية بشرط مثل ما ذكر ضيفك الكريم ومثل ما تعرفون أنه هذه الرحلات تتضمن أشخاص مواطنين مرضى يستحقون العلاج في الخارج، يعني لا يوجد لهم إمكانات علاج في الداخل، ولا تستغل مثل ما تفضلتوا بنقل اشخاص او نقل شخصيات او قيادات او اشياء يعني على هذه الطائرات. فبالتالي التحالف يحاول ان يكون هناك يعني ضوابط واضحه، الامم المتحده يجب ان يكون لها دور، محطه الوصول يجب ان يكون كذلك لها دور. فانا اتوقع انه هذه يعني هي البيت القطيد من الموضوع كله اللي هو الشيء الامني. بالنسبه لمطار صنعاء، عمليه الفتح باستمرار او فتح الطيران اذا كان تقصد يعني بشكل عام الرحلات المدنيه، فانا لا اتوقع ان الجميع يعرف يعني وانتم اعرف منا بهذا الموضوع الاسابيع الاولى والشهور الاولى من يعني انقلاب ميليشيات الحوثي في صنعاء، وصلت عدد الرحلات الايرانيه الى 20 رحله اسبوعيا، بينما لم يكن بين اليمن وبين ايران لا تلك العلاقات لا الاقتصاديه ولا يعني ما في اي علاقه يدعو الى هذا الكم الهائل من الرحلات ما بين ايران وما بين صنعاء. فتم يعني ايقاف المطار. التحالف الدولي ملتزم يعني بكثير من الامور بمصلحه يعني الشعب اليمني، يعني المطار لا زال يعمل، لم يتم تدميره، لم يتم تدمير مبانيه، لم يتم تدمير المدرجات، يعني لا زال اللي يستقبل الطائرات، ولكن في حدود العلاقات او الحالات الانسانيه التي تستدعي نقلها. والميليشيات الحوثية أنا أتوقع إليه بتفكر بتعقل، يجب أن تترك الفرصة للمواطن اليمني الذي يحتاج إلى العلاج في الخارج بأن يذهب دام أنها وجدت هذا الفرصة، ولا تستخدمهم للضغط مثلا بالتقارير الصحفية أو بالتقارير الدولية أو المجتمع الدولي بأنه يعني هم متضررين، دام أنه الطائرات موجودة والعدد يعني أيا كان مسموح فيه والحالات المرضية مسموح فيها ولا في أي إشكال هناك. ولكن ربما انا اميل الى كلام ضيفك الكريم اللي قبلي بانه يعني الجميع يخشى من استغلال الميليشيات الحوثيه لهذا يعني لهذا المواضيع للضغط على المواطن اليمني ويتم احرامه من الحقوق التي يستاهلها، وذلك لمحاوله التاثير على الراي العام الدولي. شكرا جزيلا لك اللواء مستور الاحمري الخبير العسكري السعودي، كنت معنا من الرياض. وينضم الينا عبر الهاتف من مارب المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. اهلا بك استاذ عبد الحفيظ. اهلا بك حسين. استاذ عبد الحفيظ، ما هي ابرز المخاوف اليوم التي تمنع ربما فتح المطار امام كل الحالات الانسانيه؟ نعم في الكريم، طبعا الخمسين رحلة طبعا الشعب اليمني وبالذات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات لا توجد يعني تلك الكمية الكبيرة من المرضى القادرين على نقل مرضاهم إلى خارج الوطن. أنا منذ قليل قدمت حديث مع
تعاون القاهره، فاكد لي طبعا لانهم وجدوا على العنبر الواحد جرحى من ميليشيات الحوثي المسلحه توقف تتابع عن الامم المتحده، فيعني بان الامم المتحده كانت طيب. استاذ عبد الحفيظ، طيب يبدو ان هناك اشكاليه في التواصل مع الاستاذ عبد الحفيظ الحطامي، او ان الصوت ايضا غير واضح من المصدر. شكرا جزيلا لك، وفي ختام هذه الحلقه من زوايا الحدث، شكر موصول لضيوف هذه الحلقه الاستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمه سام للحقوق والحريات كان معنا من فيينا، وايضا لواء مستور الاحمري اللواء العسكري السعودي كان معنا من الرياض، وايضا ضيفنا من مارب المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومنتج الحلقه ماهر ابو البر، في امان الله.